بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدي قناة الزهراء الفضائية الكرام، ها نحن وإياكم ومجموعة جديدة من الدروس والعبر المستقاة من كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه. اليوم إن شاء الله سنكون مع دروس جديدة، درس أو درسين من دروس كربلاء. سنكون وإياكم إن شاء الله بداية مع شيء مهم وأمر مهم أكد عليه الإمام الحسين سلام الله عليه، إذ إن تأكيد الإمام الحسين سلام الله عليه هو امتداد حقيقي لتأكيد النبي صلى الله عليه وآله، وهو تأكيد على المضامين القدسية الإلهية العظيمة. من منا لا يحب أن يحافظ على عرضه بحجاب وضعه الإسلام بأمر الله تعالى ليصون المرأة؟ يروى أن أحد العلماء في النجف الأشرف وهو السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف، دخلت عليه سائحة بريطانية فقالت، كانت منكرة للحجاب، فقال لها: هل رأيت كيف نضع الذهب؟ قالت: نعم، تضعونه في رفوف وفي مخازن من الزجاج وحتى الزجاج المحصن. قال لها: نحن هكذا نحافظ على المرأة، إذ أن المرأة أغلى من الذهب. الحجاب وصيانة المرأة في عاشوراء، درس من دروس كربلاء. سنكون وإياكم مع الخطيب الحسيني الشيخ مهدي الطرفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله لرضاه وسدد خطاكم بأنفاس الزهراء سلام الله عليها. سلام الله عليها. الحجاب وصيانة المرأة في كربلاء قد يكون عنوان يتفرع منه عناوين، بمن تبدأون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. طبعا قضية الحجاب قضية دينية وليست إنسانية. نعم. مع ما هذا الأمر مولانا، قضية دينية، الحجاب كان في أو عند كل الأديان. الحجاب عزة، الحجاب كرامة، الحجاب شرف إلى المرأة، قيمة المرأة بمن؟ بحجابها. والحجاب كما قلنا مولانا سلفا على أنه أمر ديني. عند اليهود الحجاب كان موجود، الآن كتاب اليهود ودين اليهود محرف، ولا اليهود كم كتاب عندهم؟ عندهم توراة واحد، الآن هذا التوراة صار مجلدات. لا. الإنجيل واحد، هذا الإنجيل ساير مجلدات برنابا وغير برنابا. نعم. أنواع يعني سأل. إذن والتوراة هو إلى تلمود. أصلا دينهم بشكل عام دين محرف، لكن إذا ترجع إلى اليهودية المحضة والخالصة الخالصة كما جاء بها موسى عليه السلام نبينا وعيسى عليه السلام، كما جاء بالنصارى الدين الحنيف الصحيح النصراني اليهودي، هؤلاء مولانا عدهم الحجاب موجود كان في أديانهم. يعني مثلا في عهد موسى عليه السلام، امرأة، طبعا هذا نقدر نتخذ درس مولانا على أن ممكن عدم الحجاب يؤجج نار كبيرة. امرأة في عهد موسى عليه السلام وقبل موسى، نعم قبل موسى عليه السلام، امرأة خرجت مولانا، خرجت إلى السوق. هذه المرأة كانت نجيبة محجبة، فلما دخلت في السوق رآها شاب. أكو بعض الشباب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا لا يغض بصره. فأخذ ينظر إلى المرأة ويمشي، ينظر إلى المرأة ويمشي، هي محجبة نجيبة، إلى أن وصل. يعني أريد أقول لك أن الحجاب حتى قبل الإسلام كان موجود. فلما وصلت مولاي سوقت اللي تريده من السوق، ثم جلست في مرتفع في مكان. قديما النساء والرجال كانوا يلبسون ثياب عريضة، وهذا نوع من الحجاب. يعني مثلا عندنا يقول رسول الله في غدير خم، رسول الله أخذ بمعصم علي بن أبي طالب حتى بان بياض إبطيهما. ليش؟ هذا دلالة على أن الكم كان واسع. واسع. نعم. يعني الثوب كان عريض، اللي الإبط اتضح. واضح مولانا؟ أو قضية داود عليه السلام لما أجى طير فتح الكم فدخل الطير في الكم. الكم واسع. واسع كان. الزهراء سلام الله عليها، الزهراء كانت ثيابها عريضة، وفوق الخمار كلها تلبس عباءة عريضة، بحيث مولاي إذا مشت لا يعرفوا حتى كيفية مشيها، حتى حركة أثر الرجل
كانت مولاي تسحبها لكي لا يروها أحد، لكي لا يراها أحد، يعني الزهراء يعني قمة مولانا، قمة يعني. وحقيقة هذا الموضوع يجب أن نتدارسه يعني بأهمية. يعني الزهراء بغض النظر إني أحبها وأفدي النفس لها، لكن لماذا لا نعاملها معلمة، أم صالحة، حبيبتنا، أختنا الكبيرة، الإنسان القريبة منا كلنا؟ فالبنت لا تتحسس منها، تتعلم من الزهراء كيف تمشي وكيف تتكلم. لابد أنا أتعلم من الزهراء كيف أعلم نسائي، لابد من ذلك. يعني صحيح، للأسف الناس في غفلة عن الزهراء. فهذا مولانا كان ثياب قديم كان عريض، والثوب العريض أولا راحة للجسد، ثوب العريض راحة للجسد. أنا كنت في دورة في قم المقدسة، دورة تعليمية كانت، وقد دعوا كبار العلماء من المجتهدين لإلقاء الكلمة. طبعا احنا كنا فوق 300 عالم من علماء المنطقة، الكل أخذوهم إلى هذا المكان. فمن جملة ما قال أحد العلماء اللي هو كان عالم ديني وكان طبيب نفسي، يقول بعض الناس يصير عندهم هم وغم وضيق، يصير عنده ضيق، ضيق روحي، قلبه يضيق، فما يصنع؟ أكو عدة أشياء يسويها، يقرأ القرآن وكذا، من جملتها الأشياء المادية الظاهرية. إذا عنده خاتم يستخرج الخواتيم يطلعهن، ساعة يفتحها، إذا عنده شيء ضيق يفتحه مولانا، إذا أكو شيء ضيق لابسه ينزع يلبس شيء نفه يعني عريض، هذا يرجع الروحية إليه، يرجع نشاطه الأولي. نعم. يعني الضيق يرتفع، فهذا بي حتى الملابس الضيقة، الملابس الضيقة تؤثر عليه أثر سلبي، تؤثر على المرأة، على تؤثر على الرجل، النفس يعني تؤثر حتى تتأثر عندك. الروح تتأثر مولاي. بعدين الملابس الضيقة هي فد حالة إثارة، أصلا إثارة، يعني إثارة إلى المرأة، إثارة إلى الرجل مولانا العزيز. واضح. ولهذا بيها كراهية شديدة، بي كراهية شديدة لبس الضيق. وإذا كان من لباس الشهرة، إذا كان من لباس الشهرة فهو محرم طبعا، إذا كان جالب للنظر، إذا كان مهيجا إلى الجنس الثاني فهذا أصلا محرم بشكل عام. واضح مولانا؟ فهاي المرأة خرجت، لما خرجت كان ثيابها ثياب عريضة كانت، فلما جلست على المرتفع أجا هذا الولد الشاب الوقح اللي كان يتابعها، فأجا من خلفها عنده شيء حاد، فمن خلفها والسوق ازدحام، فظل يشق ثوبها من الخلف، شق ثوبها من الخلف بحيث هي لم تحس، فلما قامت نهضت، قامت سقط الثوب من خلفها، لما سقط الثوب من خلفها بانت جوارحها مفاتنها، فصاحت إلى عشيرتها، صاحت وعشيرتها، العشيرة والأهل هدوا على هالولد، هذا شاف راح يقتل راح ينقتل، صاح وعشيرتها، عشيرته هدوا مولاي. وإذا هذا الحرب طال 40 سنة، حرب واحد لشهوة واحدة، الله أكبر، 40 سنة مولانا طال الحرب، 40 سنة، رجال ماتت، صغار ماتت، الشباب ماتوا مولانا بسبب شهوة شيطانية. واضح مولانا؟ هسه إما حركة من الشاب أو حركة من الشابة. فمولانا العزيز الحفاظ على الجانب يعني الحجاب بالذات، يعني تهدئة إلى المرأة وتهدئة إلى الشاب، وفيه مرضاة لله جل وعلا. أنا تسمح لي بس أجيب قصة صغيرة. نعم نعم، بارك الله فيكم. بالعكس، هي القصص هو هي مهمة للغاية. نعم. وأنا ذكرتها. نعم. يمكن إخواني أعزائي أخواتي الكريمات المشاهدين يعني سامعين القصة هذا قديما، أنا ناقلها في على أحد المنابر. رجل سائق تاكسي في لبنان، سائق سيارة أجرة في لبنان، يقول في شهر رمضان، رجل سني هم شيعي، في شهر رمضان صارت الإشارة حمراء في نهار شهر رمضان، إشارة حمراء، فوقفت حالي كحال بقية السواق. يقول لما وقفت الناس تمر تتعدى من قدام السيارة، فمرت بنية بنت جميلة، لكن سفور وسفورها 98%، يعني بشكل مو طبيعي، شكل مو طبيعي، يعني كلش مبتذلة، فلبسها ومكياجها وتزئينها آلمني، طريقة مشيها وكذا آلمني بشكل، ونحن في شهر رمضان في ضيافة الله كذا. يقول فأنا خليت السيارة على جنب، صارت الإشارة خضراء، الناس راحت السيارات، فأنا رحت ورا البنت بقد بنتي، فقلت لها تعالي بابا أنت ليش هيكي، ليش الآن شهر رمضان ولا بد لك من الغفران، التوبة، قراءة القرآن، مفتوح. يعني قراءة القرآن بدل ما أنت تطلعين هيك، يعني هاي حالة مزرية يبكى عليها.
أنت ما تخافين من الموت؟ ما تخافين من عذاب القبر، من وحشة القبر، من ظلمة القبر؟ الحجاب الحجاب الحجاب. الله سبحانه وتعالى يعذبك في نار جهنم. يقول عدف جهاز موبايل، يقول شالت الموبايل جهازها نقالها، قالت لي عمو كذ هذا الجهاز، يقول أنا خذيت الموبايل منها بشكل ما أدري شو القضية ما أدري. قالت الآن اتصل على ربك على الله، خلي يحجز لي مكان في نار جهنم ويخلي لك مكان بالجنة، أنا أريد أدخل إلى جهنم. أنت بيش بيها؟ أنت شنو؟ شو لك علاقة أنت؟ الله أكبر. يقول أنا جرحتني بالكلام. قلت له بابا قضي هذه أنت وربك عمي، روحي أنا أجرك إلى الجنة وأنت تروحين إلى النار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنت تحبين التهلكة روحي. يقول والله هاي البنت مرت من الشارع، قاعدة تمر في الشارع الثاني، يقول مرت وإذا أمام عيني ضربتها سيارة، صدمتها سيارة، حادث سير ضربتها شمرتها إلى أمتار، لما سقطت مرتين ثلاث رأسها، رأسها ضرب على الأرض ماتت. لكن العجيب هنا الموبايل بيدها، الجهاز النقال اللي تتصل به إلى الله بيدها بعده. يقول ركضنا والناس فزعت، وأنا مركضت من أول الراكضين بعد، أنا قبل لحظات كنت أتكلم وياها، خلاص خرسانة ميتة راح. ودوها إلى المستشفى، ودوها إلى الثلاجة، خلوها بالثلاجة، يمت التشيع كذا، عرفت أين كذا. يقول ففي التشيع أنا رحت، في التشيع رحت شفت ناس يتكلمون، واحد كلم الثاني كذا، أكو جهاز بيدها كذا، هذا الجهاز، الجهاز خلوها بالثلاجة، إيدها مغلقة على الجهاز يتشي، رادوا يفتحون إيدها من فتحت مولانا، والجهاز في يدها، خلوها بالثلاجة وثلجت زين، عظمه لحم وتبريد ثلاجة، ثلجت صار الجهاز بيدها، ببوا ماي حار عليه، صبوا ماي حار، من فتحت اليد، ظل الجهاز بيدها، غسلوها والجهاز بيدها، كفنوها والجهاز بيدها، شيعوها والجهاز بيدها، دفنوها والجهاز بيدها. هذا يكون شاهد لها، هذا الجهاز اللي تتصل به، تتصل بها لله جل وعلا. شوف الاستهزاء، ايش حصلت مولانا السيد ابو القاسم الخوي رحمه الله عليه، السيد رحمه الله عليه جافد ولد من المانيا، من اهالي العراق، هو قال له سيدنا انا جبت اختي دفنتها، ماتت في المانيا بجرمن، وانا جبت دفنتها في وادي السلام. قال له زين، قال له الان لما رجعت للمطار شفت جوازي طايح، جوازي ضيعت الجواز، فدورت على الجواز ما لقيته، جواز السفر ضيعته، فعرفت على انه لما كنت انزل اختي في قبري ها سقط الجواز مني. هاي الفاصله ايش قد؟ نصف ساعه، فاصله الدفن الى ذهابه الى السيد كل نصف ساعه. قال له سيدنا سؤالي يجوز لي انا نبش القبر لو ما يجوز؟ السيد قال له روح انبش القبر، هذا حاله ضروره، لان في 11 مورد تقريبا هسه اكو زياده نقصان زين، جائز لك ان تنبش القبر ولا محرم نبش القبر. يقول رحت نص ساعة الفاصلة من دفني أختي، فتحت القبر، وصلت إلى اللبن للحجر، رفعت اللبن وإذ أرى أختي عارية، ربك ما خلقتني، كفن ما عدها. الله أكبر، كفن ما عدها. الكفن أنا قلت يمكن مسروق، لكن آثار من الكفن موجود مقطع. يقول أنا تعجبت فأخذت الجواز يم راسها، أخذت الجواز خليت اللبن وطلعت، رحت للسيد قلت له مولاي هيك وانا متاثر، قال لي اسالك سؤال، قال لي سل، قال لي اختك في حياتها كانت محجبه نجيبه لو غير محجبه؟ قال لي لا سيدنا، ما تتحجب، ما تراعي، تطلع بالشارع سفور كذا هذه. قال لي صدق رسول الله صلى الله عليه واله، رسول الله يقول المراه الغير محجبه اذا وضعت في قبرها تحشر في البرزخ وبعد البرزخ، تحشر غير محجبة، ربك ما خلقتني عار ولا قوة حتى كفنها يسلب منها. سبحان الله، يعني حقيقة قصة عظيمة جدا، حقيقة لها أثر مولاي، لها أثر عجيب. فالإمام الحسين عليه السلام على نفس النمط، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يمكن أتكم كلمة مولاي تفضل. نعم، لا فقط أنا فقط يعني أحب أن أكون بخدمتكم في كلمة من الكلمات. الشواهد التاريخية والأدبية كثيرة جدا، نعم، حتى أن ينقل السيد آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه ينقل رواية يقول هناك جريمة حدثت في إحدى الدول نتيجة أن سائق التاكسي لامس أصبع يعني الزبون الراكب، لامسها، وعندما لامسها بشهوة،
واتفقوا على الرذيلة وقتلوا زوج هذه الامرأة وحدثت جريمة وشيء كبير. سمحت شيخ لدينا نصف دقيقة، إذا أجملتم ما تريدون أن تتفضلون به. سلمكم الله. إن شاء الله مولاي، بس عندنا نصف دقيقة طبعا لا أقول فيها إلا أن الإمام الحسين عليه السلام إلى مواقف عدة في قضية الحجاب وصيانة العرض، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن سنشرح هذه المواقف إن شاء الله بعد الفاصل بحول الله. إذن بعد الفاصل، الإمام سلام الله عليه وصيانة العرض والمواقف الخالدة في عاشوراء. بارك الله فيك. إذن مشاهدين الكرام، لنا ولكم وقفة مع مواقف الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء وصيانة الحجاب والمرأة، كونوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم ووقفة جديدة مع دروس كربلاء. كنا في هذه الحلقة في الجزء الأول مع قضية الحجاب وصيانة المرأة في عاشوراء. نرحب من جديد بسماحة الشيخ مهدي الطرفي. سلمكم الله مولانا الكريم. سماحة الشيخ، لديكم كلام عن الإمام الحسين سلام الله عليه ومواقفه النبيلة في عاشوراء. طبعا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نحن نتكلم عن عاشوراء وثورة كربلاء بشكل عام، يعني في بعض المواقف الحسين حققها وعملها بيده، بينها بنفسه الإمام سلام الله عليه، والبعض لا، إنما بينتها النساء أو بينها الشخصيات الأخرى التي اشتركت مع الحسين عليه السلام. مولانا مثال واحد للحجاب والنجابة، زينب صلوات الله وسلامه عليها. زينب مولاي، طول زينب ما حد كان يشوفها. إذا خرجت إلى زيارة قبر جدها رسول الله الإمام علي عليه السلام يخرجها، يقول كان يطفئ الأضواء فيسأله الإمام الحسن: أبا يا علي، أراك تطفئ الأضواء؟ يقول: لا أريد أحدا يرى شخص أختك زينب. الله أكبر. الأعجب سيد عبد الحسين الشارع رحمة الله عليه، سيد عبد الحسين الشرع الشاعر الأديب، يوصف موقف يقول الإمام علي ما يخلي حتى النساء في أيام العيد يعايدن زينب، إذا صار عيد ما يخلي النساء، الرجال يأتوا إلى علي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، هل تدع النساء أن تزور زينب؟ ما يقبل الإمام. ليش؟ يقول: أخاف، يخاف الإمام أن إذا دخلت النساء على زينب وترجع للزينب، تصف زينب النساء للرجال: والله طول زينب هيك، وقفته هيك، ومشيته هيك، وكذا، وكلامها كذا. يعني حتى النساء كان صعبة الوصول لزينب سلام الله عليها، يعني ما تقدر نشوف زينب، شوف عفته ونجابته. وإذا هذه المرأة مولانا في كربلاء سبية، ايش تتصور حالها؟ شلون تحفظ حجابها ونجابتها مولانا؟ يقول كانت تمشي الحوراء زينب طريقة من الطرق، من طرق حجابها ونجابتها مولاي، في حال المشي السير الأعداء ينظرون إلى زينب، زينب زينب بنت علي ينظرون. يقول زينب كانت تضع يدها على وجهها، تخلي إيدها على وجهها لكي لا يراها أحد. قمة النجاب، قمة الحجاب، قمة الصيانة. والأعجب من ذلك يقول زينب كانت تصنع غبرة مولاي، تقول للأطفال اللي وياها: اصنعوا غبرة، غبرة، تصعد غبرة فتلوذ بالغبرة لكي لا يراها أحد. شوف الصيانة مولانا، تلوذ بالغبرة لكي لا يراها أحد. ويقول هاي زينب بنت علي، ولهذا لما دخلت في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، يزيد كان عنده أمنية، شيئين عنده، ترى يزيد اثنين ما شايفهم، واحد لم يرى أبا الفضل العباس، يزيد ما شايف العباس، يزيد فقط سمع بالعباس، سامع بالشجاعة العباسية، بس شوف ما شايفه. صار مواقف قلهم ادخلوا علي رأس أبي الفضل، دخلوا علي، جابوا رأس العباس عنده شافه، قلهم علي بالراية العلم، جابوا الراية، الراية ضخمة، تعرفون الراية هي أكبر الأعلام، يشيلها البطل، خلوا الراية قدام يزيد لعنة الله عليه. قال لهم: هذه الراية كانت بيدي أبي الفضل؟ قالوا له: بلى. قال: والله إنه لرجل أشم شجاع بطل.
قال له كيف عرفت؟ شهدت به الأعداء. كيف عرفت يا يزيد؟ قال انظروا إلى الراية، الراية ممزقة بمن؟ بالسهام والنبال، إلا مقبض اليد، يعني مصابة من تحتها إلى الأعلى كله بالسهام والنبال يضربونها، بس مقبض اليد مولانا مكان اللي قبض عليها أبو الفضل سلام الله عليه لم يصبها شيء. ليش؟ لأن في آخر لحظات حياته ويده على الراية، شوفوا الشجاعة، في آخر لحظات حياته ويده على الراية. هذا واحد ما كان شايف، والثاني منه زينب سلام الله عليها. الله أكبر. فكان واقف اللعين يقول لهم بالله راوني زينب، راوني زينب، خل أشوف زينب بنت علي، منو هاي زينب؟ اللي يقولون زينب ما حد شايفها، منو هاي زينب؟ دخلوا النساء سبية من بعد سبية. العجيب أن زينب كانت في وسط النساء، في وسط الأطفال، لكي لا يعرفها أحد. هذه زينب؟ لا. هذه زينب؟ لا. هذه زينب؟ لا. يسأل مولانا، هذه زينب؟ لا. إلى أن أدخلت فخر المخدرات عقيلة بني هاشم، زينب سلام الله عليها. دخلت زينب، قالوا له أيها الأمير هذه زينب. يقول وقف، قال والله إن مشيتها لا تخرم مشية أبيها علي. إيش عين؟ أأنت زينب؟ قام ثلاثا من مكانه ثم جلس يزيد عند مكان مولانا لما دخلوا في الجامع الأموي، طبعا دخلوا السبايا عند مكان مخليه بالأعلى، جابوا السبايا من باب الساعات، دخلوهم من باب الساعات مولانا الأكرم، ودخلوهم في المسجد بالجامع. أنا دخلت في هذا الجامع أكثر من 12 مرة. فهذا كان ينظر من بعيد على زينب، قال له هذه زينب سلام الله عليها. دخلوا زينب ويدها على وجهها، قالها أأنت زينب؟ متشمتا بزينب، يشمت بيها، هاي زينب أم الخدر أم العفاف؟ أأنت زينب بنت علي؟ أنت زينب أخت الحسين؟ أنت زينب أخت أبي الفضل؟ تجاوبوا لو ما تجاوبوا مولاي. يقول التفتت إلى رأس الحسين، ما عدها كلام، التفتت إلى رأس الحسين تحكي يا الرأس، تقول له يا حسين أنا مو عادتي طبت لدي أيوان، تعتب على الحسين، تتكلم يا اخوانها مولانا، ما تتكلم مع يزيد، شنو قيمة يزيد زينب تحكي وياه؟ خويا انا مو عادتي طبت لديوان، خويا لديوان ولا يكلميت يا حسين عدوان. وظلت زينب تعاين بعد بيت مولاي، هنا عتبت على ابي عبد الله، الان عندها عتب ويا الكفيل، عندها عتب ويا العباس. هذا ابو الفضل يقول نظرت الى راس ابي الفضل العباس، قل له خويا يا عبايا يا سنه بشاربك لا تقول مدري، خويا مدري يا عباس يا صويان خدري. شو تريدين يا زينب من ابو فاضل؟ تقول له يا عباس يا عباس، خويا من انت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، خويا وطول الدرب ما فارقتني، ايدك عد يا خويا وقوم ردني. هنا جواب ابي الفضل العباس الى زينب، يرد على زينب سلام الله عليها، يقلها خويا ولا عن ولا عن، انا خوك المايك نغوجي، انا ابو الفضل، انا كفيلك يا زينب. قلها خويا ولا عين ولا عين، انا خوك المايك نغوج، ولا عين ولا عن ضلوع النخوتك حنن يا زينبها، خويا ولا عين ولا عين، انا لا يمنى ولا يسرى ولا ولا عين ولا عين، وكلف عتبك يا بت حيدر علي. بارك الله فيكم، هذا مواقف
هذه مواقف لكربلاء عظيمة مولاي يعني في كربلاء، كربلاء الشهادة ونجابة زينب سلام الله عليها، سلام الله عليها. وفعلا هي يعني روعة ورمز للحجاب والعفاف والنجابة في كربلاء، وكيف صانع بعبد الله سلام الله عليك، فصانع حريمه من خلال أنه وضع زينب أسدا ولبوة لو صح هذا التعبير، بنت أسد الله وأسد رسوله، كانت موجهة وراعية للنسوة والأيتام. يعني سمعت الشيخ الكلام مع زينب سلام الله عليها كلام عظيم، والكلام مع أبي الفضل العباس كلام عظيم، الكلام مع الأحرار كلام عظيم، والدرس المستقى من هذه الواقع واقعة كربلاء يحمل فصولا عديدة، من ضمنها الفصل الذي تفضلتم به وقضية الحجاب وصيانة المرأة في كربلاء المقدسة. يعني لا نعلم إن بقي وقت أو لا، ننتظر إشارة المخرج الحين أن نأخذ إشارة من المخرج. هناك لدينا أيضا موضوع آخر، وهو أن الإمام سلام الله عليه كان إمام الرأفة والشفقة، فبين أن هناك رأفة وشفقة عظيمة بينها حتى مع الأعداء، لو تفضلتم إجمالا. طبعا إجمالا مولانا الأكرم، الحسين أبو الشفقة أبو الرأفة حتى مع أعدائه. أنا أتكلم عن الأعداء لكي يتضح قمة شفقة الحسين عليه السلام اللي كان يحملها الحسين عليه السلام، بحيث مولانا الأكرم الحسين حذرهم غضب الجبار ونصحهم مرات عديدة قبل واقعة كربلاء. أرسل أخاه أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، ثم هو نطق بنفسه الإمام الحسين عليه السلام، وفي يوم عاشوراء وقف الحسين أمام الجيوش فبكى الحسين سلام الله عليه، بكى الحسين، فيقوم لأحدهم يقول له يا حسين أتبكي خوفا من الموت؟ شوف الحنان، شوف الشفقة، شوف رأفة الحسين عليه السلام ورأفة أهل البيت. أتبكي خوفا من الموت يا حسين؟ يقول له أنا لا أرهب الموت، وأنا ابن خواض المنايا، أنا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا أرهب الموت، لا مو خوفا من الموت. إذن مما بكاؤك يا حسين؟ يقول له أبكي عليكم، شوف الرأفة مولاي، أبكي عليكم ستدخلون النار بقتلي وبسببي، ثم راح تقتلوني وبقتلي ستدخلون إلى نار جهنم فأبكي عليكم. يعني الحسين بكى حتى على أعدائه، بكى حتى على أعداء، هاي شفقة. وشوف شفقة الإمام السجاد كما ذكرناها في الحلقات الماضية سلام الله، لما يأتي الشمر فيأخذ التوبة من الإمام السجاد عليه السلام ويرشده الإمام، هاي شفقة أهل البيت، رأفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، إذن يعني يبدو أننا وصلنا إلى ختامات هذه الحلقة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته. مشاهدين الكرام، إلى درس آخر من دروس العقيدة والفداء، دروس كربلاء الأخلاقية. كنا وإياكم مع درس مهم من هذه الدروس، وهو الحجاب في كربلاء. الحلقة القادمة بإذنه تعالى ستكون مع مسألة الرأفة والشفقة من قبل الإمام الحسين سلام الله عليه، وكيف كان رؤوفا ويشفق على مجموعة عظيمة من الصور الموجودة، أو في مجموعة عظيمة من الصور والمواقف الموجودة في كربلاء، موقف مع العدو وموقف مع القريب. إلى حلقة قادمة، نستودعكم حفظ الله وأمنه ورعايته.